انا هتوقف قدام ده، لان احنا كنا دايما نقول ليه احنا كده. انا كنت دايما اقول كده، ليه احنا يعني ليه ظروفنا صعبه؟ ظروفنا صعبه دايما. هو لما احنا بنطرحها بنقول من سنه 80 للنهارده، مش الهدف منه ابدا ان احنا ندافع عن نفسينا، قد ما احنا بنحاول نقرر واقع، نقول للناس ايه الحكايه. بنقول الحكايه ليه؟ مش بنقول الحكايه عشان نسيبها حكايه، عشان لازم نتخلص منها، عشان لازم نتخلص منها. واجي هنا اقول ايه، انت لما هي دوله من سنه 80 لغايه دلوقتي دايما عندها يعني ايراد ويعني مصروف، ببساطه الدكتور ما يتكلم في حاجات كتير قوي وكلها يمكن تكون يعني الاقتصاديين والمعنيين بالامر ده يمكن يقدروا يستوعبوا بسرعه، لكن انا بتكلم عن المواطن اللي في الشارع اللي ماشي عايز يفهم. انا بقول له ببساطه، دخلي اللي هو دخل مصر، ايرادنا اللي هو ايراد مصر، مش قد مصروف مصر. من امتى؟ هقول لكم على حاجه، مصر لم تستدين حتى سنه 70، مش كده يا دكتور معيد؟ لم يكن عليها ديون لغايه سنه 70، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر ان هي عشان تتجاوز الازمه بتاعه الحرب في 73 ان يبقى الدوله تدخل تجيب يعني موارد بالدين، وده بدايه الدين من سنه 71. ولا انا بقول كلام؟ طب يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني كان في واقع من الخمسينات وقبلها لغايه سنه 70، ثم في واقع ابتدى يتغير من سنه 70 اللي بعد كده. ده مهم ان احنا نعرفه كمصريين، بما انها بلدنا واحنا عايزين نبقى نشوفها في مكان تستحقه. القله والعوز مش مشكله، المشكله انك تقبله، المشكله انك انت ما تبقاش مستعد تقاتل من اجل انهائه. لو انت طب اللي قبل مننا ما حاولوش، اكيد حاولوا، عشان بس انا دايما اكون امين مع نفسي ومعاكم. لا يمكن، لان الناس اللي كانوا موجودين قبل مننا على مدار من 80 للنهارده ناس مصريين بيحبوا بلدهم ومتعلمين وفاهمين، بس يمكن يكون حجم التحدي كان كبير قوي. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يعني كتير من الناس يعني مثلا نقول الرئيس السادات عمل السلام وكده، ومش مقدر ان 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 الحرب كان ليها تداعيات كبيره جدا على قدره الدوله المصريه، وانها يصعب انها تعيش كدوله في ظل التحدي ده حتى لو كان في دعم، لان الدعم المطلوب كان يبقى اكبر من مش الانفاق العسكري بس. انت عايز انفاق استثماري، عايز تعوض البنيه الاساسيه اللي توقفت من 67 ل 73 على الاقل، والبلد بتنمو، الناس بتزيد عادي،